صباح الفل. الدلع ده كله من هنا ورايح دلع. فطار في السرير وغدا في السرير والعشاء كمان في السرير. انا بقولك انا مش متعود على الدلع ده. متعود بقى. صباح القشطة. صباح النور. انا مش متعود على الدلع ده على فكرة. متعود؟ مردتش على تليفونك ليه؟ انا يبقى معايا الحلاوة دي وارد على تليفوني؟ يمكن حاجة مهمة. مفيش اهم من كده. بس انا بحب القهوة الصبح. French coffee is being made. I like French coffee kisses. Actually, French kisses comes first. خبر الوقت اتأخر. طيب ما يتأخر. واحنا مش هننزل تحت ولا ايه؟ ناقص تقولي نروح الشغل كمان. لا النهارده شغل لا، ممكن بكره. يا سلام. شوية حاجات. وانت لما دخلتي هنا لقيتي حاجة ناقصة ولا ذوقي مش عاجبك؟ لا بالعكس، ذوقك عاجبني في كل حاجة. كفاية انك اخترتني، يعني ذوقك حلو. مظبوط، انا ذوقي حلو عشان اخترتك. بس انا فعلا في حاجات مهمة في البيت محدش هيعرف يجيبها غيري. بعد كم يوم، بعد كم شهر، سنة، لما تحتاجيها نبعت مريم تجي. انت شكلك كده مش عايز تخرج من الاوضه خالص. انا مش هخرج من الاوضه النهارده. الركن ده اللي احنا فيه ده مش هخرج منه خالص. انا لو خرجت من هنا هيحاكموني بتهمه اني مجنون. بس انت مجنون. بعد امبارح اكتشفت انك مجنون رسمي. ريتني قابلتك من بدري. ابتديت دلوقتي بس احب عمري. ابتديت دلوقتي اخاف للعمر يجري. شوية لخبطة بس يخلصوا. نسافر على فينيس أو برا أو أي حتة تختاريها. نعمل هانيمون. لو أنت فاكر إن أنا هكتفي بهانيمون 10 أيام وبعد كده خلاص الحياة تبقى عادي، أنا هخلي لك حياتك كلها هانيمون. ده إيه الكلام اللي يفتح النفس ده؟ وتقولي له اخرج من الأوضة، أنا مش هغادر المكان. الظروف اللي حصلت لي كنت عملت لك فرح كبير جدا. هو اللي حصل امبارح ده مش فرح، ده احلى من الفرح. فستان احمر وطرحه بيضا. وبعدين الفرح مش مهم، المهم مين العريس ومين اللي كانت جوه الفستان الاحمر. صحيح، بس انا برضه كان ممكن اعمل حاجه اجن من كده. كفايه جنان، كفايه جنان. انت لسه شفتي حاجة؟ أنا شايف إنك خلصتي فطار. بس فطار كفاية فطار بقى. بعدين أنا رانا الحياة بتصعب عليا، ما ينفعش نسيبها وحيدة كده، لازم نجيب لها أخ بسرعة. أمال بس انا جبت سحر.
اهلا يا مريم، اهلا وسهلا. مين؟ رنا تحت؟ رنا تحت. بجد؟ استني كده، رايحه فين؟ عايزه هلبس الشبشب. تلبسي الشبشب ازاي؟ لا لازم تلبسي حاجه. هنغير وننزلك. مين اللي وحش مامي قوي؟ مين؟ مامي يا حبيبتي، كنت هقعد واشوفك يا روحي. انت كمان وحشتيني قوي. وحشتيني قوي قوي قوي. ما تقولوش. ربنا يبارك في حبيبي. ايش كنت تقولي؟ حبيبتي والله ان انا كمان ما كنتش اعرف. مبروك يا روحي. ميرسي يا حبيبتي. هاي سعدو. هاي. هاو ار يو؟ ميرسي. انا هبارك فيكي يا استاذ جمال. ما قلتليش بقى مين اللي قالك؟ انا اللي قلت لك. وفرحت قوي قوي لما عرفت. فانت كنت عارفه كل حاجه هتحصل امبارح وما قلتليش؟ لا انا اتفاجئت اول لما جيت. انا اصله الطلب مني ولا اتصل بيكي ولا اقول لك على اي حاجه. دي كانت اوامر نديم بيه. مفاتيح الفيلا. تصدق الفيلا دي هتوحشني قوي. انا كمان انت هتوحشني قوي. يا روحي انت استني شوفي اوضتك الجديده. اهلا 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 اوبا. وحشتني وحشتني وحشتني. ازيك يا جمال؟ ازيك يا نهى؟ الله يبارك فيكم. ازيك يا انكل نديم؟ انكل ايه بقى؟ لا انا اسمي نديم بس، بالكتير بابا نديم. اوكي؟ تيجي نروح نتفرج على اوضتك؟ ممكن نتفرج على اوضتها؟ ممكن نتفرج على اوضتها. يلا تعالي. نديم بيه؟ ايوه جمال. لحظه، كنت عايز؟ لا انا مش عايز يا جمال، قول لها ما تكلمنيش، مش هرد عليها. اعملوا بقى حاجه لوحدكم يا اخي. بقول لها اعمل كل حاجه بنفسي. ايه ده؟ ده مش معقوله ابدا، دي حاجه مش معقوله. مش معقول كده 6000 واحد ولازم انا اقعد اشتغل؟ انا مش عارف. عايز اجازه بقى. انت عارفه اوضتك دي اول اوضه سكنتها في البيت. ميرسي. ليكي انا عايزه كيف موضوع. انت ايه حكايتك بالظبط؟ قولي لي بقى رامي، رجعي بقى وخلصيني بجد؟ ده انت كانت الفرحة تنط من وشك لما طردته. اللي بس بس حصل. مش وقت دلوقتي. انت عروسة. عروسة برضو. ماشي يا سنجل.